ويمكن مؤخرا بقينا نسمع كلام كتير عن التغيرات المناخيه والاهتمام بالبيئه والاهتمام بكل ما هو صديق للبيئه. وبالتاكيد ما فيش شك انه كمان في احداث كتير في مصر مرتبطه بقضايا البيئه والتغير المناخي والاقتصاد الاخضر، ودي كلها مصطلحات او ملفات يمكن كانت بعيده عن دايره الاهتمام لفتره طويله، لكن في اخر سنتين اصبحت من اولويات الدوله المصريه. وامبارح على وجه التحديد يعني كان في اعلان لمدينه الخارجه في الوادي الجديد، اول مدينه خضراء صديقة للبيئة والمناخ، وده جه في إطار احتفال المحافظة بيوم البيئة العالمي. مش بس كده، هدير النهارده كمان محافظ جنوب سيناء هيقوم بتوقيع بروتوكول مع وزاره البيئه لاعلان شرم الشيخ مدينه خضراء. طبعا ده ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستضافه مؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ COP27، وده اكبر تجمع عالمي لمعالجه التغيرات المناخيه وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقه النظيفه لتقليل الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون والغاز. لان التغير المناخي مش بس متعلق بالطقس والحر الشديد والبرد الشديد، لا كمان متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي، وليه انعكاسات كبيرة جدا يهدير على حياة الناس. صحيح، ويمكن من هنا جات يعني مسألة الاهتمام بقضايا المناخ، وشيء غاية في الأهمية الحقيقة، لأنه زي ما شازلي كان بيقول بيأثر على الأمن الغذائي في العالم كله. طيب يعني إيه مدينة خضراء؟ ببساطة يعني تكون أنظمة الكهرباء اللي موجودة فيها أنظمة مستدامة وأنظمة صديقة للبيئة، بتعتمد في الأساس على الطاقة الشمسية وأيضا طاقة الرياح. المواصلات والأتوبيسات اللي تكون شغالة داخلها تكون شغالة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، مش بالديزل أو البنزين زي ما احنا متعودين. مسألة كمان أن يكون في مسطحات خضراء بشكل كبير فتكون متنفس طبيعي للناس. وده خلينا كمان نتكلم أكتر عن فكرة الاقتصاد الأخضر اللي الدولة بتعتمد عليه في معظم مشروعاتها، زي مشروع القطار الكهربائي السريع، المونوريل، محطات الطاقة الشمسية، زي مشروعات بنبان في أسوان، مشروعات تانية كتير في الزعفرانة وفي الغردقة وفي مشروعات تانية كتير يا هدير. صحيح، يمكن قطعنا شوط كبير في هذه المسألة، بنتكلم عن مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، كل ده يجي تحت اسم الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر اللي بيوفر طاقة، بيقلل الانبعاثات الكربونية، وبكده نحافظ على البيئة. أعتقد أنه مسألة التوجه للأخضر في الاقتصاد وفي المشروعات وفي المدن ده كان قرار مهم جدا أخذته دولة، وبقى يعني في مقدمة أولوياتها شغالين عليه علشان يعني نهتم أكتر بمسألة المناخ والتغيرات المناخية اللي بتأثر على حياة الناس وتمس جودة حياة المواطنين من الدرجة الأولى. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.